السلام عليكم. يقول: فاتتني صلاة المغرب يوما من الأيام، وبعد أن انتهت الصلاة صليت أنا وأحد الناس، فجعلت الرجل عن يساري وأصبحت أنا الإمام، وأنا أعلم أن الإمام يجب أن يكون عن اليمين، لكن لم أدري أين اليمين من الشمال، فصليت المغرب أنا وهذا الرجل، فما حكم صلاتنا في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ صلاتك أنت صحيحة، وأما الرجل الذي صلى معك عن يسارك فإنه يعيد الصلاة لأنه وقف في غير موقف المأموم. المأموم إذا كان وحده مع الإمام يكون عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي وقام ابن عباس وصغير عن يساره أداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فهذا يعيد الصلاة. نعم.